اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مطبخنا من المطبخ السعودي، والكبسه السعودي لها تركاتها ولها اسرارها ولها الطريقه السهله اللي هي بتتعرف في اي سفره في اي مكان نقدر ناكلها ونقول عليها طعم سعودي. ازاي يا عم الشيف؟ معانا فراخ ومعانا البهارات العربيه اللي هي عنوان المطبخ السعودي مع الرز البسمتي. اصبح المكونات دي بتدينا طبق الكبسه اللطيف الجميل من المطبخ السعودي. ولكن الشيف المغازي كالعاده لما يضيف الجديد بتاعه هنضيف لها خضار من الكوسه والجزر والبتنجان من خير ارضنا، بالتاكيد هيضيف للكبسه طعم تاني خالص. معانا فاصوليا خضراء النهارده هنعملها بزيت الزيتون والليمون، هنعملها صيامي لطيفه وجميله ومن ضمن الاكلات اللي هي بتدي باور وفي نفس الوقت كمان صحيه 100% للمحتويات بتاعتها من زيت الزيتون وعصير الليمون، وطبعا ما فيهاش اي مواد دهنيه. اما طبعا الكيكه النهارده الكيكه مفاجاه، بمناسبه ان الاكل صحي بتاعنا والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. الكيكه بتاعت النهارده كيكه بالزبادي والعسل الاسود. العسل الاسود ده ممكن يكون هو سعره رخيص شويه في متناول الجميع، ولكن سعره رخيص مش معناته ان القيمه الغذائيه بتاعته بسيطه، بالعكس هو سعره رخيص والقيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره، ولكن خلونا قبل ما اطلع الفاصل بعتذر عن البحه والصوت. انتوا عارفين البرد ما بين الصيف والشتاء شويه كده، عشان بحبكم بحب اتواصل معاكم. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل الحلقه بتاعت النهارده. الاكل النهارده صحي، ولكن لما اعمل بالمحتويات اللي قدامي دي اذا كان فراخ او خضار او رز، او عندنا محتويات الكيكه اللطيفه النهارده المحتوى بتاعها العسل الاسود والزبادي، فبالتاكيد هتكون فيها شويه تفاصيل. هنبدا طبعا بالكبسه السعودي من المطبخ السعودي بتفاصيل سعوديه بطعم سعودي. وبمناسبة طبعا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، فرصة عظيمة من شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية نيابة عن كل اللي في برنامج أكلة أمي، بما أنه متشاف في كل الدول العربية، بنهني الشعب السعودي باليوم الوطني 93 تهنئة حكومة وشعبا. كل عام وحضراتكم بخير. معانا فرخة ومعانا رز بسمتي ومعانا تشكيلة من التوابل العربية، اللومي ومعانا القرفة اللي هي الدرسين ومعانا الحبهان اللي هو الهيل ومعانا الورق اللورو. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، فرخة، رز بسمتي، جزر، كوسة، بتنجان، لومي، قرفة، حبهان. المادة الدهنية بتاعتي ممكن تكون زبدة أو زيت، هنشوف هنستخدم ايه مع بعض دلوقتي، وبقدر الإمكان نخلي فيها شوية القيمة بتاعت الدهون قليلة جدا إذا كانت سمنة أو زبدة. المقادير معانا على الشاشة، تعالوا نبدأ نشتغل فيها كده مع بعض. طاسة شديدة الحرارة، هنحط معلقتين زيت مع قليل من السمنة. حلو الكلام؟ عشان عايز أحمر الفراخ دي تحميرة حلوة الأول كده مع بعض. حلوة، ناخد الفرخة اللطيفة دي كده. ممكن على فكرة تتعمل باللحم الضاني، بما ان الاكل صحي النهاردة فانا هعملها بالفراخ، ولكن افضل حاجة الكبسة لو تتعمل باللحم الضاني بالتأكيد طبعا بيكون طعمها مميز. هناخد الفرخة الجميلة الحلوة دي كده عشان تستوي معايا بسرعة، بشيل السلسلة اللي بتعمل مشاكل دي كده. دايما اللي بتقعد في الفرخة بتاخد وقت كبير في السوى هي السلسلة بتاعتها، بس دي انا مش هرميها، هخليها في ميه هنا تغلي مع جزريه حلوه كده مع شويه بصل شويه ثوم. هقدر اخد شويه شوربه حلوين اغذي بهم الكبسه بتاعتي. ده المطبخ، مفيش حاجه تترمي من الفرخه، مع عود زعتر حلو مع بصلايه حلوه. ازاي تقدري تصنعي طعم حلو مش شويه ميه قدامك على النار؟ والفص الثوم المحترم. اصبح هنا الشوربه جاهزه لكل حاجه. تمام،
ناخد الفرخة دي بقى نقطعها أربع تربع تمن قطع زي ما انت حابة. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. يعني هو الأفضل أربع قطع، بس احنا طبعا عشان ممكن عدد أفراد الأسرة قطعيها لي تمانية بالشكل ده كده. التحميرة أنا مش بتبل الفراخ، أنا بحطها مباشرة في التحميرة دي كده، وفي الآخر بتبلها وهي على النار. الله على الريحة الجميلة. على فكرة لما تحمري الفراخ من غير أي توابل أو أي بهارات زي ما أنا بحمر دلوقتي كده، دي أمارة تقول لك إن الفراخ فيها زفارة ولا ما فيهاش. كذلك عندك لحمة أنت شاكة في إنك أنت مطلعاها من التلاجة بقالك فترة طويلة، وشاكة في إن هي مثلا تاريخ صلاحيتها في مشكلة، حمريها من غير أي توابل وحطيها في النار من غير أي توابل. شمتي ريحة كريهة غير مرغوب فيها، اعرف إن الفرخة مش تمام، يعني ريحتها مش كويسة أو إن هي غير صالحة. أما التوابل طبعًا مش بتبين لك العيوب بتاعة الإيه؟ الفرخة. سواء فراخ مش مغسولة كويس، مش متنضفة كويس. شفتي الفراخ بتحمر بالشكل ده كده إزاي؟ أهو. تاخد لون. دي خطوة أولى. ده ينزلي بالبصل بتاعك بقى والبهارات بتاعتك الحلوة الشيك، البهارات العربية اللي بتتكلم عربي. التحميرة دي مطلوبة. كبسة سهلة جدا تقدري تعمليها بسهولة، تقدري تعملي الطعم الأصيل العربي بسهولة باستخدامك للبهارات العربية الخمسة. أستاذ المخرجنا الجميل ننوه عنهم كده، اللي هو الحبهان، بيسموه في الخليج الحبهان، احنا بنسميه عند العطار هنا الهيل. القرفة بيسموها في الخليج الدرسين، احنا بنسميها هنا قرفة. القرنفل اللي هو المسمار بيسموه في الخليج، احنا بنسميه القرنفل. اللومي اللي هو الليمون الجاف، ده المسمى بتاعه في الخليج لومي. الورق اللورو او ورق الغار كمسمى له سواء في الخليج او في مصر. دي البهارات الستة المطلوبين لعمل أي أكلة عربية من المطبخ العربي، سواء السعودي أو الإماراتي أو الكويتي، كل المطبخ العربي الأصيل. الست أنواع البهارات الموجودين بما فيهم طبعا الفلفل الأسود، معلش ده مهم جدا، أو الجنزبيل، دول مطلوبين جدا، وهم دول عنوان المطبخ العربي. من غيرهم الأكلة لا تسمى أكلة عربية نهائيا، اللي هو اللومي والقرنفل اللي هو المسمار والحبهان اللي هو الهيل والقرفة الخشب اللي هي الدرسين واللومي اللي هو الليمون الجاف. هناخد البهارات دي ننزلها على الفراخ زي ما هي كده صحيحة. الليمون الجاف، تركية المغازي كالعادة ياخد حبات الليمون ديت يكسرها كده، مش عايزة تتكسر ليه؟ ناخدها كده تكسيرة، مهم جدا على فكرة. ناخد واحدة تانية، دي عايزة تتكسر، أنا أحبها تتكسر في قلب. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي دي مهمة جدا مخرجنا، معلش بعد إذنك. دي تركاية المغازي، الليمون الجاف بيديك الحموضة والطعم العربي، إن هو الفراخ تاخد نفس الطعم أو الرز. ننزل بقى كده، ننزل بالمية بتاعتنا. خلصت الكبسة كده، كل القصة هنا. الرز اللحم ده أو الفراخ هيستوي، يوصل لمرحلة تلات أرباع من السوى، بنحط الرز على الفراخ أو اللحم. هي دي الكبسة على أصولها. ليه سموها كبسة يا مخرجنا يا جميل؟ علشان بنكبس اللحم أو الفراخ جوه الرز، عكس البرياني وعكس المندي. طبعا انا ما حطيتش الملح، مش هنحط الملح خالص دلوقتي. نحط الفلفل الاسود بتاعنا اللي بيدي مذاق خاص للشوربه والمرق بتاع الفراخ.
لو انت بتعمليها باللحم الضاني حط قرفة بودر او القرفة الناعمة، عشان القرفة الناعمة بتشيل الزفارة من اللحم الضاني، خاصة الاطفال مش بيحبوا اللحم الضاني زي الكبار، فاحنا بنحط القرفة علشان نشيل الزفارة. بنحط للأمانة كده معلقة بابريكا صغيرة، عايزاها حمرة بتحط لها طماطم، عايزاها اللون الأبيض تخليها كما هي بلون المرق بتاعها، سواء مرق لحم أو مرق دجاج. هي دي القاعدة الأساسية لعمل الكبسة السعودي من المطبخ السعودي. عايزاها حمرة بتحط لها عصير طماطم، عايزاها بنفس اللون بتخليها زي ما هي. طبعا على الفراخ بتاعتنا ما تستوي هنستأذن مخرجنا الجميل ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، نكون حضرنا نفسنا للطبق الثاني اللي هي سلطة الفاصوليا بزيت الزيتون والليمون، ودي طبق صيامي للإخوة المسيحيين وأكل صحي في نفس الوقت، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء والوقاية خير من العلاج. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بما ان الاكل بتاعنا اكل صحي، واحنا كالعاده عندنا يوم الاحد من كل اسبوع كاتبين على باب التلاجه كده الاكل بتاعنا صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، مش مطلوب منك تكوني دكتور التغذيه، مش مطلوب منك تكوني دارسه تغذيه، مطلوب منك يكون عندك شويه ثقافه بتتابع الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. انا عامل يوم في الاسبوع الاكل فيه صحي، هنعمل لوح حلو النهارده. الكيكه دي كيكه اسمها كيكه الزبادي بالعسل الاسود. العسل الاسود دايما عندنا مش واخد حقه في الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيره، واخد حقه للامانه وانا متربي عليه. العسل الاسود ده كله معادن، كله حديد، مضادات اكسده، قيمه غذائيه عاليه جدا، بيعالج الانيميا، تعالوا مع بعض ويقوي المناعه احسن من اي نوع عسل غالي. انا مش بجامل او انا بالعكس، هو دي الحقيقه اللي احنا اجدادنا متربيين عليه. انا هعمله النهارده مع الزبادي كيكه، مقاديرها على الشاشه. معانا كوبايتين من الدقيق، معانا اربع بيضات، معانا ربع كوب من الزيت ولو اقل يبقى افضل، معانا بيكنج باودر معلقه، معانا فانيليا معلقه صغيره، معانا زبادي قليل الدسامه وده موجود في اي سوبر ماركت، معانا عسل اسود واحد كوب، هنشوف هنضيفه امتى للكيكه. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي بالاضافه لشويه حب للاكل الصحي. اول حاجه هخلط المواد السائله اللي دايما بنبدأ بيها لما نيجي نعمل كيكة، اللي هو البيض. حد سأل مرة ليه أول حاجة بنخفقها البيض؟ ده سؤال صعب جدا والإجابة بتاعته سهلة جدا، زي ما كان يجينا في الثانوية العامة كده سؤال صعب جدا وتلاقي إجابة السؤال جوه المعطيات بتاعة السؤال، يعني اللي بيحط الامتحانات حاطط الإجابة جوه المعطيات بتاعة السؤال. فحد يقول لي ليه بنخفق البيض الاول؟ مخرجنا يعرف ياخد الجايزه. الجايزه ايه؟ الجايزه دي الكيكه دي الفها لك تكاوي وديليفري، خدمه التوصيل لدينا وبس. قول لي ليه بقى ليه بنحط البيض الاول؟ طيب خلونا انا اسال واجاوب نفسي. طب حد من المشاهدين على انا ما اخفق البيض ونحط كل المقادير يقول لي؟ لا طبعا. اقول لكم المخرج بيقول ايه؟ بيقول لي عشان يدوب. لا والله اجابته جوه الموضوع، انا مش هجاوب غير لما الكيكه تطلع من النار، هشوقكم. ليه اول؟ دايما الاساتذه بتوعي والشيفات والاساتذتي اللي انا بشوفهم وبتابعونا دول اساتذتي، وكل اللي بيعمل كيكه من الامهات الحلوين والطيبين اول حاجه بيفكر فيها البيض يطلعه من الثلاجه ويخفوا. ليه؟ محد سأل السؤال ده، الإجابة في جوه الموضوع. حد يقول ده البيض؟ أنا مش هضيف سكر، هضيف بدل السكر العسل الأسود، مناعة، مضادات أكسدة، علاج أنيميا، يقوي المناعة. العسل فيه ريحة مصر، ده بيطلع طبعا من القصب، غير طبعا العسل الطبي الابيض الجميل بيطلع منين؟ طبعا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. لا قرصيني وهاتي عسلك، انا غاوي يعني مفيش اي مشكله. العسل ده
قيمته الغذائيه عاليه جدا. الله اكبر، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. اهو شفتوا العسل لما حطيته على البيض المضرب بدا يديله صوت ازاي، صوت غليظ اللي هو صوت الاختلاط الاثنين مع بعض. شفت القوام ده كده اهو، حلو. نبدا نحط الفانيليا اللي هي تشيل الزفاره بتاعه البيض، نحط الزبادي، وده نجيبه من اي سوبر ماركت الدسامه بتاعته قليله، موجود ومكتوب على العلبه. بنضربهم كده، لغايه دلوقتي زي الفل يا عم الشيف. الماده الدهنيه هنا زيت، ولكن لو بتعمليها عادي بقى وعايزه تعملي كيكه يعني تملى العين دسامه، حطي زبده سايحه او سمنه سايحه، محدش هيقول لك لا، انت في مطبخك انت حره، انت المملكه بتاعتك. بس انا بعمل اكل صحي، فانا معايا نص كوب من الزيت، انا للامانه هحط يعني ربعه تقريبا، كفايه قوي كده وهتنجح معايا ان شاء الله. زي الفل. عندنا المواد الجافه عباره عن دي، بيكنج باودر، بنخلطهم مع بعض. دايما بنخلط المواد الجافه مع بعضيها، اذا كان دي او بيكنج باودر، اذا كان دي او بيكربونات. لا الخميره مش مواد جافه، الخميره لازم نحط لها معلقه. والله انت مخرج شاطر، تعال اشتغل مكاني. قال لي طب والخميره كمان نحطها على دي؟ لا الخميره دي مواد جافه، بنحطها الاول في ميه دافيه مع معلقه سكر عشان تبين عضلاتها وشطارتها، بعدين نحطها على الدقيق. هناخد الحاجات دي كده، انت لسه بتفكر في الاجابه؟ والله انت مخرج جميل جدا. لا 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 اشوقكم. لا انا عايز المصور العادي اليمين يعلي الاجابه، انا بس اوريكم فرصه المصورين بتوعنا في فرسان التلفزيون المصري. علي اجابتك وانا اقول لي انت قلت صح. لو عليت صوتك اكتر من كده هتترفد. طبعا الملاح فرحان فيك. انا معايا مصور شاطر جدا بس انا بشوفه مره واحده في الاسبوع. طب والله العظيم جاوب اجابه صح. لا انت لا لا هي واحد هو واحد جاوب في الاستوديو خلاص، كل الاجابه اتعرفت بس الجمهور لسه ما عرفش. عايزين يعرفوا المصور الشاطر ده جاوب وقال ايه. مش هقول طبعا برضه غير الكيكه طالعه كده. الخليط جاهز، حتى اللون لون ذهبي. يا الهي يا الهي، ايه ده، ايه الحلاوه دي. اللون يفتح النفس، يميل للاورانج اللي هو بيجوع. هناخد الخليط ده كده زي ما هو في القالب ده كده في درجه حراره 180، نأمن على الفرن بتاعنا. حلو الكلام. وناخد الكيكه اللطيفه بمكوناتها الحلوه. الشيف قدر يصنع اللون الذهبي من مكونات لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. وما زلت عن كلامي، ليه بنخفي البيض الاول وحريصين نطلعه من الثلاجه ونشتريه من عند البقال؟ اول حاجه بنكسره ونحطه في البوله ونضربه بالمضرب، ليه؟ ويمكن انا شاركت في الاجابه لما قلت نشتريه من عند البقال. كده الكيكة جاهزة، درجة الحرارة عندي 180. باخد الكيكة الحلوة دي كده أدخلها الفرن، بس اللون الذهبي الحلو ده يميل للخضار شوية ويعشق الخضار شوية بالشكل ده كده. في درجة حرارة 180، ده نعناع يا غالي حبيب قلبي. هندخلها كده ونحطها هنا ونقول لها ايه، مع السلامة يا حلو. درجة حرارة الفرن، ايه الصورة الجميلة دي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء. كيكة بالعسل الأسود والزبادي في الفرن تقريبا من 25 ل 30 دقيقة بتطلع معانا الكيكة.
معانا الفراخ نبص عليها قبل ما نطلع الفاصل عشان نضيف لها الخضار ونبقوا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. نعم يا غالي، سؤال حلو بيقول لي ليه ما حطيتش الخضار في الاول؟ الوقت او الطايم اللي هيستوي فيه الفرخه اكبر بكتير من الوقت اللي هيستوي فيه الخضار، فانا في الوقت ده وفي الحاله دي احط الخضار، بس قبل ما احط الخضار لازم احط الملح. علل ولماذا؟ مش هجاوب على السؤال ده برضو غير بعد ما نطلع الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد تابعوني. فاصل وروح فاصل تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. طبيعي ان الفراخ هنا قربت تستوي، حلو الكلام، فانا لازم اقطع الخضار بتاعي واحطه على الفراخ، حلو. طيب ليه يا شيف وغازي السؤال ده؟ كنت انا طبعا سالته قبل الفاصل. مهم جدا ان انا لما اجي احط الخضار على الفراخ لازم الفراخ تكون قربت تستوي زي اللي معايا دلوقتي كده. هنقلها على نار هاديه شويه وتعالوا نقطع الخضار ونحطه على الفراخ. ادي البتنجان، انا للامانه بحب البتنجان لما يكون مع المقلوبه، بحب الكوسه لما تكون مع المقلوبه يعني مع رز، بحبها لما تكون بتشارك في الكبسه. كبسه بالخضار باللحم والخضار او بالدجاج والخضار يعني مش الكتير بيرغب فيها، دايما بنحب الكبسه بالهبر. من الاخر الجزر يتقطع بالشكل ده كده، بتنجان ابيض واسود عشان نرضي الطرفين، هناخد الخضار الحلو ده كده بنحطه على الفراخ وهي بتغلي في هدوء كده ونغطيها شويه. اعتقد وقت تسويه الخضار بيناسب تسويه الرز، فممكن ان احنا نضيف الرز مع الخضار بالشكل ده كده. طبعا دايما الكبسه لما بتكون بالخضار وبالدجاج او باللحم مش المفروض يكون الرز كتير، لان يعني بيبقى عندنا خضار وعندنا لحوم او فراخ فكميه الرز بتكون قليله وبنعتمد على تواجد الخضار في قلب الرز. حطينا الملح قبل ما طلعنا الفاصل، خليكي فاكره ما تنسيش، هننزل بالرز بتاعنا. الرز البسمتي غير الرز المصري. الرز المصري طبعا بيتفوق بان هو بيفرد عضلاته وادواته من الكربوهيدرات والنشويات والحبه تكبر، غير الرز البسمتي. عشان كده لما بتعملوا شويه رز مصري صغيرين بتلاقي الحله اتملت. الرز البسمتي عكس الرز المصري، الحله بتبقى التلتين تقريبا اهو. هنغطي الحله دي كده ونسيبها، نحط شويه كمان. اللهم صل على النبي. غطيها يا عم الشيف وسيب البخار والغليان تستوي معانا الكبسه، حلو الكلام. هناخدها على نار شديده شويه على ما نشوف ايه قصه الفاصوليا الخضراء معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير الفاصوليا الخضراء على الشاشه، معانا فاصوليا خضراء، معانا توم، معانا بصل، معانا طماطم. تعالوا نشوفوا نعمل طبق صح ازاي بنسبه 99.9 من 10. يعني الاكل اللي بتعمله يا شيف مغازي مش بنفس نسبه النجاح دي؟ طبعا لا. يعني لو بعمل كبسه مش هقول ان هي صحيه بنسبه 100%. لو بعمل اي اكله انا عارف المحتوى بتاعها والماتيريال بتاعها والبرهان بتاعها مش هقول ان هي بنسبه 100%. اما الفاصوليا الخضراء بزيت الزيتون والليمون اعتقد ان هي صحيه 100%. فاصوليا خضراء من خير ارضنا، امعناها غسلناها بعد ما امننا عليها تكون خضراء وزي الفل، صفناها من الميه. معانا بصل، معانا توم، معانا طماطم، معانا ملح، معانا فلفل، معانا كمون، معانا زيت زيتون، معانا عصير ليمون. اعتقد الماتيريال اللي انا قلته ده كله ما فيهوش مشكله خالص من ناحيه الاكل الصحي.
تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ايه الاخبار؟ طيب هناخدك كده ونخليك هنا كده، نشتغل هنا، بنحط زيت زيتون. يسخن معايا زيت الزيتون شوية عشان تحمير البصلة هي السر في طبع عمل الفاصوليا ده. اخد السماق في طريقي كده وانا جاي، بصلتين بيتقطعوا شرايح. طبع الفاصوليا ده مشهور جدا في المطبخ الشامي سواء مع اخواننا اللبنانيين او السوريين، يعد من الاطباق المتبلات اللي بتبقى موجودة دايما على السفرة، زيه زي الفاصوليا البيضة. ناخد البصلة دي كمان، هناخد البصلة الحلوة دي كده بنفوقها. يعني ايه نفوقها؟ يعني نفركها مع السماق تقوم ريحة البصل تتمنع من البصلاية. اللهم صل على النبي، زي ما هي كده. قبل ما نحطها في الزيت، وادي السماق عليها، دي التركيه بتاعت المغازي، السماق بيشيل الريحه المش مستحبه مع البصل. فلفل اسود، ملح، هنفرك البصلايه بالمحتوى الثلاثي، ملح، فلفل اسود، سماق. نعم يا غالي، برافو عليك، مخرج شاطر والله. تقريبا كانت هوايتك تكون شيف قبل ما تكون مخرج شاطر. قال لي ما حطيتش زيت ليه؟ هو فاكر ان انا بعمل فتوش. هو الفتوش ايه؟ مع المختلط ده نحط زيت زيتون وعصير ليمون، بقت بصله فتوش، سبحان الله. بس احنا هنحط زيت الزيتون والليمون على الحامي على النار، لان بنعمل فاصوليا خضراء، حطيناها على البارد بقت فتوش. هو ده المطبخ، لوغاريتمات، لوغاريتمات مغازيه. هناخد البصلايه دي يا عم الشيف ونسقطها هنا. العب. نعم يا غالي. عينيا، عايز اشوف الكيكه، عايز اشوف الاختراع بتاع العسل الاسود والزبادي. هنخلي البصلايه كده على النار لما تستوي، تبص على الكيكه. طبعا اللي عاجبني في الكيكه دي لونها واخد اللون الذهبي قبل ما تخش جوه الفرن. اللون الذهبي دايما بنشوفه على وش الكيكه بعد ما بتتعرض لدرجه الحراره بنص ساعه تقريبا. هو ده، بص على الحلاوه وصلي على رسول الله. حلو الكلام. طبعا بمناسبه الصلاه على رسول الله، بكره ان شاء الله الاثنين هنحضر نفسينا. كل عام وحضراتكم بخير، كل اللي بيتابعونا على الفضائيه المصريه في انحاء العالم، بيتابعونا كمان على شاشه القناه الاولى. هنعمل حلاوه المولد على طريقتي، الطريقه السهله المبتكره اللي فيها جديد. لو قعدنا نعمل حلاوه المولد لمده 100 سنه الشيف المغزازي يعملها معاكم، هيعملها كل سنه بشكل جديد. دي حاجه من عند ربنا، محدش يسال منين. بكره ان شاء الله معانا حلاوه المولد، فيها افكار وفيها تركايه بطريقه جديده مبتكره وفي متناول الجميع. فوليه، سمسميه، حمصيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، وهنعمل جوز الهند كمان بطريقه جديده. الكلام ده بكره ان شاء الله بمناسبه المولد النبوي. كل عام وحضراتكم بخير. هناخد البصلايه الحلوه ندورها كده مع زيت الزيتون. مش هحط توم دلوقتي لان المفروض التوم ما يتعرضش لدرجه حراره كتير في الفاصوليا دي عشان ما يمررش الخضار بتاع الفاصوليا. انا بتكلم في التفاصيل بتاعه الاكله. ندورها كده، حلو، شويه توم. الله، نسيب التوم شوية كده. أخبار الكبسة إيه؟ اللهم صل على النبي. نقلبها مع بعض. الله، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ دجاج، ممكن بقى الدجاج لحم ضاني، بهارات عربية، عنوان المطبخ السعودي الخليجي،
هو ده عنوان الأكل العربي. معانا خضار الرز البسمتي، قلبة تقلبة حلوة كده ونخليها على النار التانية. هتاكل الرز وبعون الله هتسيب الخضار والدجاج، هتاكل الخضار وتسيب الرز والدجاج. أخبار البصلية إيه؟ وصلت لفين يا عم الشيف؟ أهي التقليبة دي كده خلاص. نعم يا غالي، والله مش ناسي الإجابة على السؤال. بيقول لي ليه ضفنا الملح قبل ما نحط الخضار مباشرة؟ مخرج شاطر. المدرسة الطهوية بتقول إيه والخبرة الطهوية؟ إضافة الملح للماء المغلي أو للشوربة قبل ما نضيف الخضار، إذا كان في فاصوليا، إذا كان في كوسة، إذا كان في جزر، أيا كان نوع الخضار أخضر، بيحافظ على خضار الخضار ويخلوا لونه ناضج في قلب النار حتى لو تعرض لدرجة الحرارة. العنوان والأمارة، بص على الكوسة وقول يا شيف كلامك صح. شوف الكوسة، أعتقد يمكن حطيتها مع الرز ما كانش بالخضار ده. لو أنا حطيت الكوسة في شوربة عادية من غير ملح هتسود. لو حطيت البتنجان الجميل الحلو ده هتلاقي لونه كده مش لون لطيف، خلي بالك هتلاقي لون البتنجان هنا خد على اللون الذهبي العيار 24. الجزر خد على اللون الاورنج اللي يفتح الشهية. وجود الملح للماء قبل إضافة الخضار يساعد على نضارة ونضاجة اللون بتاع الخضار. هنغطيها نسيبها تدور. يلا حبيبي الكلام ده هنشوفه فين؟ مع الفاصوليا. انت نسيت ولا يا مخرجنا؟ حاطط الملح على البصلية مع السماء. هنحط الفاصوليا بتاعتنا وتشوف خضارها دلوقتي. تاني يا ست الكل، انا بتكلم في تفاصيل الاكل. نقلب كل ده مع بعضه. دي مش عايزة مية كتير، شقشاء مية ونغطيها ونسيبها تستوي على احلام البخار. مع بعض نطلع الكيكه بتاعتنا من الفرن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كده نطلعها مع بعض. يلا بينا. اللهم صل على النبي. يا راجل يا طيب دلعني عشان استاهل الدلع. خليها في وش الكاميرا كده. يلا بينا. اللهم صل على النبي. الكيكة الذهبية بالعسل والزبادي، كفر بنغطيه سكر باودر كده علشان اللي ما حضرش من الأول يفهم ايه محتوياتها. تسلم ايدك يا عم الشيف، ليك الاختيار. عندك عسل وعايزة تحط شوية عسل، أهلا وسهلا. عندك شوية شربات وعايزة تحط شوية شربات، أهلا وسهلا. عندك عصير برتقان والبرتقان الصيفي ده طعمه مميز فيه شوية حموضة، عايزه تحطيهم على وش الكيكه، اهلا وسهلا ليك الاختيار. كده باقي معانا الكبسه. طيب حلو قوي. شوف الفاصوليا دي بس اخبارها ايه. الشباب يفكروني باجابه السؤال بتاع البيض. والله السؤال ده يخص الرجاله كمان. انا دخلت في الاجابه جامد جدا، يعني يخص الرجاله، يخص الميزانيه، يخص وزيره الماليه في البيت، الأم الست العظيمة، يخص المشتريات. حلو قوي. البيض ليه بنخفوه الأول؟ لأن إحنا بنجيب البيض بنطلعه من التلاجة خلاص بنبقى اشتريناه، فأنا عايزة ما أخسرش لا السكر ولا الزيت ولا الدقيق ولا العسل اللي هحطه ولا بقية المكونات بتاعة الكيكة. فأنا ما ينفعش أخلط دول كلهم مع بعضيهم وفي الآخر أحط عليهم البيض، يطلع لي بيضاية كده مش لطيفة، بايظه، بوظت المود بتاعي وبوظت الكيكه بتاعتي وبوظت المشتريات والميزانيه. عشان كده بنقول بتخص المشتريات وتخص السوبر ماركت في البدايه. فانا بخفي البيض الاول واحده ورا الثانيه. مشيت لقيت الدنيا زي الفل تمام، لقيتها وحشه يبقى انا هفصل دي واستخدم اللي بعديها. عشان كده يفضل وانت بتخفيه بياض البيض بتاع الكيكه بتجيبي البوله اللي هتخفيه فيها الكيكه كلها وتجيبي بوله صغيره، بتحطي بيضه سليمه حطيها في نفس البوله الصغيره، البيضه الثانيه تكسريها حطيها. ليه؟ علشان لو طلعت واحدة بايظة ما تبوظش كمية البيض أو كمية الماتيريال أو المكونات بتاعة الكيك. دي الإجابة بالتفصيل. والدليل على كده لما نيجي نعمل بلح الشام بنحط كوبايتين دقيق مع نص كوب زيت مع شوية فانيليا مع مية مغلية على النار، نقلب لغاية لما يطلع معانا عجينة. بنبدأ يقول لك حط بيضة تلو الأخرى،
شفت اللغة العربية الفصحى؟ البيضة تالي الأخرى، يعني ثلاث بيضات. ليه بيضة تالي الأخرى؟ أنت حطيت البيضة اللي توحش بسرعة تشيليها وتحط اللي بعديها اللي تليها تبقى حلوة وهكذا. يفضل برضو تحط البيضة في بولة صغيرة وتحطيها على مكون بلح الشام معاك زي الفل تستخدمينها، لأن البيض ده بيحفظوه في تلاجة ولا بيشوفوا تاريخ الصلاحية. بناخد البيض ونمشي نروح على البيت أنت ونصيبك يا أبو الشيف. الفاصوليا الخضراء جاهزة، الكبسة جاهزة، تعالوا نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. الله، الكبسة كده زي الفل. حلو قوي. الرز استوى؟ لسه. انا ما بكدبش، كل الجمهور بتاعي في كل دول العالم عارفين الشيف المغازي بيتعامل بتلقائيته. الرز لسه ما كملش سواه. واعتدنا على موقفي ده ليوم الدين. اتكلم الحقيقه. الكوسه مستويه، الخضار مستوي، البتنجان مستوي، الفراخ مستويه، وده عاجب كل الناس حبايبي. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تبجيش انت وانت متابعيني دلوقتي شفت الرز قعد على النار 10 دقايق مع النار الحلوه هتيجي تقولي لي الرز زمانه استوى ده الشيف قعده 5 دقايق. لا، انت ليكي نظره، ليكي لمسه، ليكي التست بتاعك، تعرفي اذا كان الرز استوى ولا ما استواش وانت في المطبخ كده مع نفسك زي الفل. كده الكبسه بتاعتي مع الخضار مع المكونات بتاعتها الجميله اللطيفه معايا. الجرنش او البرزنتيشن، الخضار كفيل يديني الشكل الحلو، واذا مش موجود الخضار ممكن نحط ليمون شرايح او برتقان شرايح. الفاصوليا الخضراء اخبار ايه؟ اهيت زي الفل. طلع الفاصوليا الخضراء يا عم الشيف في الطبق الحلو ده كده. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، تسلم ايدك يا عم الشيف. فاصوليا بيبقى فيها قطمه حلوه كده، الخضار بتاعها زي ما الواحد كان ياكل البسله الخضراء وهو صغير كده ويستطعمها، او الفول الاخضر، هو نفس الموضوع مع الفاصوليا الخضراء الجميله دي. سلطه الفاصوليا الخضراء صيامي. حلقتنا النهارده هترضي كل الاذواق وكل دول العالم. عملنا الكبسه السعودي بالطعم السعودي، عملناها بالفراخ وبالخضار. فرصة وأنا بنهي الحلقة بتاعتي بنهني الشعب السعودي والأشقاء السعوديين في مصر وفي بلاد السعودية في الدولة الشقيقة حكومة وشعبا بالعيد الوطني السعودي 93. فعملت كبسة النهاردة بالدجاج والخضار، عملنا الكيكة الذهبية بالزبادي والعسل الأسود، عملنا سلطة الفاصوليا الخضراء صيامي بطريقة صحية ولطيفة. مطبخنا حتى كمان صحي يوم الأحد من كل أسبوع، يعني رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.